بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. عبر فيها جلالته عن اعتزازه بتهنئة سموها بمناسبة اختيار المجلس الأعلى للمرأة لنيل الجائزة الفخرية للتميز في مجال رعاية الأسرة العربية 2020 والمقدمة من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. أشاد جلالة الملك المفدى بدور صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وجهودها المقدرة في تعزيز إسهامات المرأة البحرينية في العديد من مجالات العمل الوطني، الأمر الذي له أعمق الأثر في تقدم مملكة البحرين ونهضتها المباركة في الوقت ذاته، تعزيز مكانتها وريادتها على الساحة الدولية في ظل ما تتمتع به المرأة البحرينية من حقوق وما أنجزته من تقدم أهلها للقيام بأدوار ومسؤولية متميزة. وأكد جلالة الملك على أن هذا الدور البناء للمرأة البحرينية بقيادة صاحبة السمو هو محل فخر وطني في الماضي والحاضر والمستقبل بما يسهم في إعلاء شأن الوطن وتحقيق نهضته وازدهاره. وفي البرقية التي بعثها جلالته إلى صاحبة السمو قال جلالته: من حسن الطالع أن يتزامن هذا التقدير العربي للمجلس الأعلى للمرأة في وقت تواصل فيه مملكة البحرين جهودها وإصرارها على مكافحة فيروس كورونا. وأشاد جلالته في هذا الشأن بالجهود المشكورة لفريق البحرين الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله والجهود الكبيرة التي يبذلها سموه وبمتابعته الحثيثة وإدارته الناجحة لفريق البحرين في التعامل مع متطلبات الوضع الراهن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.